لا تكاد المعارك بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي أن تتوقف حتى تندلع من جديد في محافظة حجة شمال غربي البلاد، فالمعارك في المحافظة الحدودية مع السعودية تحولت إلى حرب استنزاف للطرفين. ووفق التطورات الأخيرة، أعلن الجيش تحرير مواقع جديدة شرقي مدينة حرض الواقعة في شمال المحافظة بعد مواجهات عنيفة مع عناصر ميليشيا الحوثي. الجيش قال إن المعارك اندلعت إثر الهجوم على مواقع الميليشيا، بينما مهدت الضربات الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف لسيطرة قواته على جبل مبعوثة المطل على سوق المزرق. وأسفر الهجوم والغارات الجوية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآلية العسكرية التابعة لها. المكاسب العسكرية المعلنة تدفع بصورة أكبر في إحكام قوات الجيش حصارها على المدينة الخاضعة لسيطرة الميليشيا والواقعة على الطريق الرئيس المؤدي إلى منفذ الطوال الحدودي، وهو المنفذ الأهم مع السعودية والمغلق منذ اندلاع الحرب مطلع العام 2015. وبالتدقيق في خريطة المعارك، فإن الميليشيا ما تزال تسيطر على منفذ جنوبي ويمثل لها خط إمداد للمدينة المحاصرة، الذي يمثل شريان الحياة الوحيد لمسلحي الميليشيا الذين يستبسلون في التمسك بمواقعهم في المدينة. ومثل سيطرة قوات الجيش على مثلث عاهم جنوبي المدينة أواخر العام الماضي منعطفا رئيسيا للحرب الدائرة في المديرية، غير أن الخطوة الأهم تتمثل في الحفاظ على تلك المواقع، إذ أن عمليات الكر والفر والسيطرة المتبادلة باتت هي التوصيف الأدق للمعارك هناك.